باربي السينما المصريه. اهلا بيك. شكرا والله. جد على فكره كتير طالعه بتشبهيها لباربي. والله شكرا. دايما هذا السؤال اللي بيسالوك يا والله ما انا ما بشوفش نفسي شبه باربي، بس يعني هو لو شايفيني كده شكرا قوي. يعملوا عمليات ويعملوا قصص لحتى لي يشبهوا الحمد باربي. لله والله العظيم شكرا ليكوا والله. شكرا قوي. خبرينا عن العمل الرائع والمميز حسب ما يعني سمعنا وحكيوا عنه. احنا بنعمل فيلم فاميلي موفي جدا، كوميدي موفي. تحمست قوي لما قريت الورق كان حلو قوي، وانا بحب هشام كمان واستاذ احمد الجندي المخرج جدا، فيا رب الفيلم يعجب. عندي كان خبره كمسلسل اذاعي كمان، كيف مع الاذاعه؟ اول تجربه لالي اذاعه جدا. لا 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 لا، دي خامس تجربه ولا سادس تجربه. بحب المسلسلات الاذاعيه جدا. ما شاء الله، يعني الحركة كتير في شغل ومبسوطة بهذه الإنجازات. الحمد لله، يعني يا رب الفيلم، متحمسة قوي للفيلم ده، وفي مسلسل كمان نازل بعد رمضان اسمه إقامة جبرية، فيعني ده برضو متحمسة له جدا. وفي فيلم داخلية بقى إن شاء الله صوره قريب مع تامر. ده فيلم اسمه ريستارت، فيلم مختلف خالص عن الفيلم اللي عملناه قبل كده مع بعض. قصة جديدة جدا علينا، وانا بحب قوي الشغل معايا بصراحة، بحب الشغل مع تامر قوي. تستمتعي هيك جدا جدا، لان هو فنان جميل، فنان جميل وشاطر وبيدي كده الحرية للي قدامه. من اكتر الفنانين اللي بتنبسط عسل. من اكتر الفنانين اللي بشتغل معاهم ببسط بالشغل معاه تامر. والله ربنا يخليك. دي عصفورة. دي عصفورة. عصفورة؟ انت عرفت منين؟ عشان العصفورة يعني؟ والله انا حبيت شكله، فده من زمان والله. مش عم تشتغلي بشهر رمضان والله؟ لا رمضان ده انا خدته اجازة عشان اقعد مع عيلتي بقى، لان عيلتي محتاجين يشوفوني اكتر من كده. كيف كانت الاجواء شهر رمضان؟ كيف قضيتيها؟ قضيتها في البيت، ما قعدت يعني ما عملتش حاجه يعني في البيت، مع الاصدقاء، مع القرايب. قرايب بقول. حبيت اعمل عميقه. ما انت عشان بتتكلم بطريقه منمقه، فانا قلت انا تنمق في الكلام باظ خالص. لا 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 براحتك خالص، اسال زي ما انت عايز. ايه رايك؟ انا بموت فيها، بحبها قوي، بحب ياسمين قوي. يعني بينك وبين ياسمين قمر بجد، ياسمين انا بموت فيها. على فكره انا عايز اقول لك، ياسمين اول واحده بتبارك لي على اي حاجه بعملها، والله العظيم اول واحده بتبارك لي. يعني اي حاجه بنزلها بتروح بعت لي مبروك، مع اني انا عمري يعني ما يعني احنا مش صحاب. عمرك ما باركتي لها؟ لا 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 لا. انت بتقول ايه؟ لا انا قصدي ان هي بتبارك لي على طول. لا 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 ببارك لها ليه؟ تلتقوا يعني هيك او كذا؟ والله بس لا على التليفون ما في وقت. لا على تكستنج، مش حتى تليفون، بس بتبارك لي على طول. كيف حياتك هلا بعد ال الحمد لله. الحمد لله والله مركزه في الشغل قوي والله. يعني انا مركزه في الفيلم اللي نازل ده، ومركزه ان شاء الله في الفيلم اللي داخلاه، ويعني مع عيلتي معظم الوقت. بس منالك اللي ربنا يخليكم.